ننتقل لمحطتنا التالية لليوم مع عالم الفن والإبداع لما بيجتمعوا مع الموهبة والعمل التطوعي، وهو عنوان فريق إنجاز للتدريب التمثيل للأطفال واليافعين، وهو من أكثر برامج تدريب التمثيل فعالية وجزء من مؤسسة تمكين. أكيد نور بيقدم مجموعة متنوعة واسعة ومتطورة من التدريبات والأنشطة الدرامية التي توفر المتعة والفائدة للأطفال واليافعين، ويلي بتتضمن مهارات التمثيل السينمائي والمسرحي والإلقاء وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي وأيضا الثقة بالنفس وروح الفريق. لنتعرف أكثر على الفريق بصيرنا أكيد يشاركنا لليوم الأستاذ مزاحم العليان، عضو في فريق إنجاز للتمثيل، وهو أيضا خريج معهد عالي للفنون المسرحية بمصر. يسعد صباحك. وزينة اسماعيل، مطربة السولفيج الغربي وعضو بفريق إنجاز، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي أكثر عن فريق إنجاز ونحكي عن الفئات العمرية المستهدفة للأطفال اللي أنتم بتشتغلوا عليها. هو فريق إنجاز فريق الهدف منه أنه نحن نتواصل مع الطفل، مو بس الطفل، نتواصل مع الكل بالفئات العمريه المختلفه، لنوصل انه لمرحله انه نعطيه الثقه بالنفس مشان يقدر يطلع يقول اللي جواته، بنفس الوقت ان نكسبه مهارات حياه. فالفئات العمريه اللي بيتعلق او اللي بيشتغل عليها فريق انجاز هي فئات عمريه مختلفه، ما عندنا اي فئه عمريه محدده، يعني للاطفال واليافعين، اطفال ويافعين وحتى كبار في السن. يعني عندنا متدربين عم يجوا لعنا كبار في السن عم يحتاجوا بعض المهارات في الإلقاء، في مثلا فن الخطابة أو في إعطاء محاضرات. يعني في عنا ناس عم تعطي محاضرات بيجوا لعنا مشان نساعدهم بهذا الموضوع. نعم. زينة رح نروح للحديث معك. يمكن قلنا بالمقدمة كثير من المواضيع بيقدمها فريق إنجاز وكثير من المهارات، خلينا نقول النفسية والأدائية والفنية، بيقدمها فريق إنجاز. وحضرتك كمغنية سولفيج، كيف يمكن بترعي مواهب الأطفال وكيف يمكن بتنميها وبتخليهم يكونوا ماشيين بالطريقة الصح؟ هلا اي شيء بدك توصلي فيه الفكره، اسهل طريق هو الموسيقى. صح. يعني في كثير اطفال بتحسيهم هيك عندهم اكتف كثير، يعني باور. بتعرفي هذا الجيل كيف بيكون. صحيح. فنحن اول شيء بنعمله هو الاسترخاء بالموسيقى، وبعدين بنكمل بقى البروفا على اكمل وجه. في اطفال حتى ما بتوصل لهم الفكره الا اذا لحنت لهم الجمله. اياها اي صح، بنلحن لهم الجمله لحتى توصل لهم، بتضل معلقه بذاكرتهم. فهذا الشيء كثير بيساعد، الموسيقى بتساعد كثير. ونحن بناخذ مثل الحالات كمان بالموسيقى، انه مثلا في عنا تمارين جمله، اي جمله بنقولها بكذا حاله ملحنه. اوكي. تمام. وهي الجملة قديش يمكن هي بتعكس مفيد للطفل؟ تمام. هي الجملة، الإحساس بيطلع منها الإيماء النفسية. كيف؟ عن طريق الموسيقى، لما أنت بتركزي على شيء معين فبتطلع الإحساس يعني على أكمل وجه. أكيد، لأنه الموسيقى هي لغة الشعوب. تماما. فيكي من خلالها توصلي أي رسالة. خلينا نحكي معك مزاحم يمكن عن الدورات أو الورشات العمل إذا فينا نسميها اللي بتقوموا فيها، عن تكنيك التمثيل، عن الارتجال الكوميدي، خلينا نحكي عنها أكثر، شو بتتضمن؟ تمام. هلا نحن عم نعتمد على النظام الحديث، يعني نحن ما عاد اعتمدنا على النظام القديم اللي هو الكتب القديمة أو المنهج القديم، تدريس التمثيل عن طريق المناهج القديمة. هلا عم نعتمد على شيء اسمه أقرب ليكون استوديو الممثل، إنه أنا من خلال وصل المعلومة للطفل أو للمتلقي، المتدرب اللي عندي هو اللي يفهمها، مو إنه أنا لقنه إياها تلقين، بحيث إني أشتغل على الحالة الداخلية جواته وأشتغل على كل طفل بحالته الخاصة. يعني عندنا أطفال مثلا بتحفزية مثل ما قالت زينة إنه عن طريق الموسيقى، في عندنا أطفال بتحفزية من خلال الخيال، إنه تعطيه فرضيات ويبلش يتخيل، ومن الخيال نبلش نعطيه المفاتيح اللي يقدر يشتغل فيها على شخصيته. نعم. هلا نحن بالنسبه لنا كمان عم نشتغل مع اللي نحن سميناهم ذوي القدرات الخارقه. يعني هن معروفين بذوي القدرات الخاصه، نحن سميناهم ذوي القدرات الخارقه. اكتشفنا انه عندهم مواهب تفوق حتى الانسان العادي. قدرنا نعمل عرض كثير كان مميز. هذا العرض كان مكون من، يعني بتركزوا اكثر شيء يمكن على كل طفل كل قدراته الخاصه او مواهبه، يعني كل واحد عنده تمام. يمكن قدرات خاصه، بيمتلك مواهب، كل طفل بتشتغلوا عليه لحال، فينا نقول تماما. وبالنهايه بنوجدهم كلهم بعمل،
اوجدناهم بعمل اسمه الفهم ولزوم. العمل كثير لا صدى، الناس تفاجأت انه لاول مره ذوي قدرات خارقه مثل ما قلنا يعملوا عرض، وعرض متكامل، وعرض كثير انبسطت الناس منه وكان له هدف. خلينا نحكي ونشرح عن العرض اكثر ونشرح، يمكن هو ضم كل الـ يمكن المهارات يلي بتقدموها. تماما، هو هذا العرض نحن بلشنا فيه مع جي سي اي، بلشنا تدريب لذوي القدرات الخارقه، ونحن كنا معهم بقلب العرض، بس حاولنا نركز على مهاراتهم، حاولنا نركز انه نبين كل واحد منهم قدرته. اكتشفنا انه عندهم قدره بالتمثيل اكثر من ناس كثير عاديين. عندهم مواهب، لانه عندهم احساس عالي. تماما، وعندهم حساسيه جدا، يعني عندهم حساسيه عاليه. هي الحساسيه قدرنا نحن نوظفها بحيث انها تخدم العرض، حبوا هن حبوا العرض وطلبوا انه العرض ينعاد. نها حلو اكيد، ويمكن الاطفال عندهم طاقه كبيره، حلو توظيفها واستثمارها بشيء مهم وايجابي. زينه، خلينا ننتقل لحضرتك، عم تجهزي لاغنيه خاصه، اذا بتحبي نسمع منها شيء او اي غنيه. هلا هي صارت جاهزه اول امبارح فعليا، الخميس كان انطلاقها لإلا، راح سمعكم مقطع منها. هي تفضل. اسمها سوريونا بفتره التاريخ. على من يرفرف في السماء فكرا يكون لنا السنا، على من يرفرف في السماء فكرا يكون لنا السنا. ارفع يمينك وابتسم، ارفع يمينك وابتسم، ارفع يمينك واحترم فخرا وعزا يرتسم، ارفع يمينك واحترم فخرا وعزا يرتسم. شهداؤنا ضحوا لنا، تحيا وتحيا وتحيا قوميتي، تحيا وتحيا وتحيا سوريتي، سوريتي، سوريتي. شكرا كثير زينة. خلينا نتابع حديثنا. يمكن في كثير من الأطفال هن عندهم شيء جواتهم، ولكن يمكن لازم يتصنفوا بالطريق الصحيح، يمكن انه يختاروا الغناء، ولكن هن بيبدعوا بالتمثيل. قديش هون يمكن في تحضيرات قبل ما يدخلوا الفرع، او خلينا نقول المهاره الصحيحه، لحتى هن يبدعوا فيها اكثر. تمام. هلا مثل ما قلنا، نحن بالاول بنشتغل على مهارات الحياه لنعرف كل طفل شو امكانياته، ونحن بعدين بنحاول ما نقول انه نلقنه شو بده، لا، نحاول نحن نوجهه انه الجهه الافضل له. يعني في عنا اطفال كثير صوته حلو، بس بنفس الوقت بتخجل توقف المسرح، تخجل تغني. فنحن اللي بنعمله انه بنعزز ثقه الطفل بنفسه، وبنفس الوقت نكون عم ندربه على موضوع الغناء. في عنا اطفال عندها ثقه قويه جدا بس ما عنده خيال، فبنشتغل على موضوع الخيال نحن من خلال الاسترخاء، من خلال فرضيات الخيال. طبعا يعني الفريق كله متعاون، يعني والكوتش سعيد اللي هو مثل ما نقول مدير الفريق، كثير كثير عطى مجال للمدربين انه كل واحد منا يكون باختصاصه. يعني لما تقول اطفال بيقوموا بارتجال مشاهد كوميديه، هي شيء كثير حلو، في سكتشات. يعني خلينا نحكي عن هي التفاصيل، يعني قديش الاعمار، كيف بيكون التدريب لما اقول لطفل قوم ارتجل شيء وسكتش كوميدي تعمل كمان الكوميديا، شيء صعب فينا نقول. تمام. هلا نحن الاساس الارتجال هو الثقه بالنفس. لما يكون عندك ثقه بالنفس انت قادره ترتجلي. اللي بيمنع الارتجال عند الممثل او عند الشخص العادي انه ما عنده ثقه بنفسه من الشيء اللي راح يقوله. نحن عم نحكي عن اطفال عمريه صغيره شوي. تماماً. اللي مو متعودين عليه. نحن وصلت معنا فتره انه اطفال هن اللي عم يالفوا المشهد كامل. حلو. نعطيهم نحن الفكره وهن بيالفوا المشهد كامل وبيعملوا المشهد بين بعضهم مباشره لايف قدامنا. في نقطه بس انه تاكيدا على كلام مزاحم، هلا كيف بيصير الارتجال الكوميدي لو حتى عند الأطفال؟ أول شيء في منهجية بيعتمدوها المنظمات العالمية اللي هي التواصل الاجتماعي ومهارات الحياة. هاي المهارات الحياة والتواصل الاجتماعي بيعلموكي أنت كإنسان كفرد كيف إذا صار معك أي موقف. أول شيء قبول،
وعلى أساس القبول بتشتغلي أو بتتصرفي على هذا الموقف. فبيصير التطور يلي نحن طورناه بهاي المنهجية لحتى صار ارتجال كوميدي. لهيك هلأ صار الأطفال هنن عم يرتجلوا. ليش؟ لأنه من الأساس أخذوا من عنا التواصل الاجتماعي والمهارات الحياة. نعم. فصار ارتجال صار كوميدي. ارتجال هو بالنتيجة الكوميديا هي موقف. يعني بعيدة تماماً عن هذا. سرعة البديهة يمكن تماماً. كمان. هو سرعة البديهة كمان من وين بيجي؟ من تمارين الاسترخاء والتركيز. فكله على بعضه يعني مرتبط. نعم زينة. خلينا هيك شوي نحكي، عم تحضروا انتو كقسم غناء، عم تحضروا شي أغنية خاصة فيكم أو يمكن فعالية بتخص الغناء؟ ايه تماما، نحن دايما عنا فعاليات غناء. يعني حتى في عنا بالفريق شاب كمان اسمه ياسين، هو أكتر شي بيغني هندي يعني. كان اسمه بس حلو صوته وبيغني اللهجة العراقية وهي القصص. فنحن دايما قلت لك منوصل الفكرة أحيان بالموسيقى. نحن كمان في عنا شيء بالموسيقى، حتى الكوتش سعيد يعني له هيك. طب في متابعة بعد يمكن إقامة دورات أو بعد إقامة هاي المهارات، في متابعة للطفل لبعدين؟ اي تمام تماما. هو رح يصير في عنا شغلات جديدة يعني مثل الموسيقى. حتى إذا في طلاب بيحبوا يتعلموا مثلا آلات موسيقية، كله رح يصير بالتواتر بعدين. يعني بتبلشي خطوة خطوة انتي مع الفرد، ان كان صغير او كبير او يافع. طيب بالختام، مشاريعكم القادمة، نحن عم نودع عام 2017 بدنا نستقبل عام 2018، يمكن برنامج حافل اللي عم تحضروا له، خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة. هلا مشاريعنا القادمة ان شاء الله في عنا نحن 12 عرض السنة الجاية، كل شهر رح يكون عنا عرض، ما بين عروض للأطفال ما بين عروض لذوي القدرات الخارقة. في عنا هلأ نحن بنهاية أو ببداية شهر 12 في عنا عرض عن تعنيف المرأة، عرض لأول مرة تنطرق فيه لأمور ما تم التطرق فيها بمجتمعاتنا، لأنه للأسف نحن دائما بننظر لتعنيف المرأة بوجهة معينة. لا، نحن منفتحين هالمرة، وبنفس الوقت بإذن الله العرض رح يعجبكم لأنه مستخدمين فيه شيء تقنيات عالمية. هو التكنيك السينما على المسرح. نعم. رح يكون حتى رح تشوفي أنه هلأ هي بركي مسرح غنائي. هو مو مسرح غنائي، انت رح تشوفي ثلاث عروض بعرض واحد. حلو، اكيد رح نحكي عنه بوقته. وقتنا خلص، نتشكر وجودكم معنا، اتمنى لكم يمكن ايام قادمه جميله وعام مليء ان شاء الله بالانجازات. شكرا كثير لكم. شكرا استاذ مزاحم، شكرا زينه، شكرا كثير لحضوركم. شكرا.